الآب والابن والروح القدس الأحد أمين. كل سنة طيبين. الناس اللي صايمة وفرحانة بالصيام، والناس اللي بتجاهد وبتعافر، وكل واحد في حاجة كده بقول أنا خدت قرار مع نفسي هبطلها. أحياناً بيبقى مش قادر، أحياناً بييأس. النهاردة جاي معايا واحد من الناس الكبار المختبرين، بيقول لنا حدث غير عادي تسبب فرح لكل إنسان، فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فيها. شكراً شكراً أبونا أيوب. قبل ما نتكلم عن الآية تعالوا نتفق مع بعض على شوية حاجات. مين هو الذليل؟ العبد. طب مين هو العبد؟ كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية. يا نهار أبيض، يبقى كلنا عبيد. كلنا عبيد، وكلنا تحت الذل، وكلنا تحت الذل. ده ايه الذل ده؟ انت جاي تقهرنا؟ ده احنا بنقول يا هادي وفرحانين بالصوم. ما عشان كده بيقول لك فيكون للذليل رجاء. تخيل كلنا مختلفين في شكلنا، في لوننا، في طبعنا، في مستوانا الثقافي، في مستوانا الاجتماعي، في تعليمنا، في كل حاجة. تخيل الحاجة الوحيدة اللي الكتاب أجمع عليها وقال عنها الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ما تقلقش، أنا وإنت بنجاهد، أنا وإنت بنقاوم ومستنى الرجاء. فيكون للذليل رجاء. أنا صايم وحاطط قدامي خطيتي أمامي في كل حين. حلو. في المقابل يقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لا ده حاجة حلوة يعني. في طبعا اوعى تيأس ايا كان نوع الخطيه اللي انت واقع تحتيها، هتقوم منها وهتقدر، والنعمه اللي جواك ببركه الصوم ده هتشتغل جواك. ده مش بس كده، والخطيه تسد فيها يعني خلاص، هتقولك لا انت خلاص بقيت محصن. طب الكلام ده في ارض الواقع بنلاقيه؟ طبعا. تعالوا نشوف واحدة كانت عيني شايفة الذل كله عشان تجيب شوية مية تطلع عز الظهرية اللي احنا بنسميه حد السامرية. ايه الذل ده؟ ولكن بمجرد ما تقابلت مع رب المجد، لا ده بقت حاجة تاني. تعالوا انظروا، إنسان قال لي كل ما فعلت. عملت إيه يا سامرية؟ أصلا اتقابلت معاه، فتحت له قلبي بمجرد ما أشاور أنا خريت من اللي جوايا، وكان حنين عليا قوي وجميل قوي وطبطب عليا وقال لي بالصدق أجبتي. ده أنت جميل قوي يا رب، جميل. بس لو رحت له تتحول من العبد للحر، والذل ينتهي وتتمسك بالرجاء، والخطية اللي تعباك هتبقى ذكرى وتتحرر منها تماما، وتقول مع الآباء القديسين التوبة تحول الزناة إلى بتوليين وتسد الخطية تفاها. ربنا حلو وكنيستنا حلوة ومديالنا الأسباب اللي توصلنا لده، عشان كده مرتبالنا أصوام، مرتبالنا قداسات، مرتبالنا أب اعتراف، مرتبالنا مشورة، مرتب حاجات كتيرة قوي توصلني أتقابل معاه عشان أتمسك بالرجاء والخطية
تبعد عني. حلو قوي خطياتي أمامي في كل حين. أقول لك استنى، أنت تقول كده ماشي بصدقك، تعالوا إلي يا جمع المتعبين. هو ده، ده هو ده إلهك، وهي دي كنيستك، وهو ده مسيحك. واحد تاني كان مكروه بطريقة غير عادية، زكى العشار، خدناها واحنا في مدارس أحد زمان، ولكن قرر. قال إيه اللي بيقولوا الناس دول؟ هو أنا ممكن يبقى لي رجاء؟ ممكن أبقى مقبول عند الناس؟ ممكن أبقى محبوب؟ آه ممكن. وجري حب يتقابل مع ربنا. فقال له إيه؟ انزل يا زكا. قال له تعالى يا رب، ده أنا مستني اللحظة دي، ده أنا هوزع نص أموالي والغص، يعني خدت منه حاجة ردها له أضعاف. ويتحول زكا إلى إنسان آخر يعيش مع ربنا وفرحان. والخطية بتاعته والحاجة الوحشة اللي الناس كانت تهموه بيها خلاص انتهت، انتهت. تعال انت وقول له خطيتي أمامي، وقال لك تعالوا إلي. كنيستنا كنيسة فرح، حتى في عز الخطية، حتى في عز الخطية بنتمسك بالرجاء وماسك في تلبيبه. مش هسيب لم أطلقك إن لم تباركني. عشان كده النهاردة جايين نتعلم ونتمسك باللي استلمناه، ونعيش حياة التوبة بجد، ونقول له يا ربي احنا معاك، وأشكرك على عطيتك النهاردة وأمنت بيك، فيكون للذليل رجاء وأنا متمسك بالرجاء ده، وتسد الخطية فيها. مستنيك يا رب تعمل فيا وبيا. ربنا يفرح قلوبكم، يقومكم ويقومنا معاكم من كل خطية، من كل حاجة بتذل نفسنا، ونعيش ناس حلوين، ونبشر كم عمل رب المجد معي. ربنا يفرح قلوبكم. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.